نيوز. البداية باش تكون بالأحداث اللي صايرة في لبنان. مع الأسف الكيان الصهيوني مازال يواصل القصف غارات عنيفة منذ صباح الاثنين على مناطق مختلفة من لبنان، وأدت حتى للآن لسقوط 558 شهيد، 1835 جريح وفق وزارة الصحة اللبنانية. فجر اليوم الأربعاء قصفت كيف الكيان الصهيوني منطقة السعديات جنوب العاصمة اللبنانية ببيروت ضمن سلسلة غارات على عدة مناطق شرق وجنوب لبنان، في وقت استهدف فيه حزب الله قاعدة عسكرية صهيونية بصواريخ. نحكيه على اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان اليوم. نتنياهو يعلن مواصلة ضرب لبنان وواشنطن تجري محادثات للتهدئة. نعطيكم تصريح للمرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وين يقول أن العالم قد يكون على أعتاب حرب عالمية ثالثة. لحد الآن ما فما حتى أخبار، جيت على صفحة السفارة هبطولنا استماعي، ما عنا حتى أخبار، وهم قاعدين نستنين. فما شكون يحكي يقول السفارة مش بيديهم، لازم قرار يجي من تونس. الواضح وزارة الخارجية كان ينجموا يعملوا إجلية، ينجموا ما همش النجمين توا لأي سبب من الأسباب، كانت مادية أو غيره. قلولنا معناتها كان مازلت دهور اكثر، خاطر احنا شفنا هذا العدو شو عمل في غزه. معناتها كان ناويين شي يخليوا المطار يتسكر شو وقتها يقرروا الاجلاء، يقولوا لنا يطمنونا كيفاش، عن طريق انا دوله، عن طريق انا وسيله نقل. معناتها نحسوا انه فما حد معناتها والله يتواصل بينا، طمنا الوضع زين. قديش تقريبا انتم التوانسه اللي قاعدين تتواصلوا مع بعضكم؟ نحكيوا بلغه الارقام. احنا اللي قاعدين نحكيوا مع بعضنا تو، خليك معايا يعني باش نعطيك للمصداقيه، باش نعطيك رقم التوانسه اللي على الجروب اللي احنا نحكيوا مصباح. هذا جروب 30 شخص، 30 شخص بين قوسين، زي 30 شخص ما تحسب كل واحدة ما عندها عائلتها معها، نسي معنا يمكن راجل واحد شكروا معت البيت وكلهم بعائلتهم، معناتها 30 هذوما الكل بعائلتهم. هذا مش ترامب، هذا مش ترامب بالطبيعة، هذه مواطنة تونسية كانت ألقت نداء ودخلت مع صديقتنا هدى الورغمي على الديوان، حكيت على الجالية تونس مفجوعين. أكيد معناها الحرب قامت بين ليلة وضحاها، والتصريحات أكد تواصل الحرب. وي هو سفير تونس لدى لبنان بوراوي الإمامي أكد ويقول أنه كل أفراد الجالية التونسية بخير ولم يتم تسجيل أي إصابة أو وفاة في صفوفهم. واضح نحكيو على الحرب على لبنان، فاجأت الجميع الدخول في الحرب هذه بالطريقه دي، ولا تصريحات خاصه من مسؤولي الكيان الصهيوني يحكيو على حرب ستتواصل. هيرتسي هاليفي رئيس اركان الجيش الاسرائيلي يقول لن نمنح حزب الله هدنه، وعلينا الاستمرار بكل قوه، سنسرع اليوم في وتيره عملياتنا الهجوميه وسنقوم بتعزيزها، الوضع يستوجب استمرار العمليه بشكل متعدد وعلى كل الجبهات. هذه تصريحات الكيان الصهيوني. كالعادة جو بايدن يندد وسنتصدر العنف ضد الأبرياء في فلسطين في لبنان. ما مضي على الوقت الحديث على كلام الزعماء الغرب على رأسهم بايدن ملك الأردن، كما كل القادة العرب نمر بأخطر مرحلة شهدها العالم والأزمات. كله كلام. رجب طيب أردوغان كيف كله كلام، حمل الدول الموالية للكيان الصهيوني مسؤولية الإبادة اللي سايرة في فلسطين واللي سايرة في لبنان. الحرب متواصلة اليوم ما بين غزة وما بين لبنان، والخيارات أمام حزب الله الدخول في حرب يبحث عنها الكيان محمود، يبحث اليوم الكيان على حرب، مش ولي حرب إقليمية على كامل المنطقة إقليمية. تلقى الولايات المتحدة الأمريكية مجبرة للنزول فيها بثقلها لو تدخل إيران، لو حزب الله بطل المعركة بالثقل أمتعه. فما اللي يقول لك أدخل الحرب اليوم، يدفعونك للحرب، واجه الحرب مهما كانت الخسائر. فما يقول لك ليه أقعد في سياسة حرب الاستنزاف، خلي يخسروا ما يخسروا، بشي موتوا 2000 3000 4000 10000 40000 كيما غزة كيما فلسطين، ربي يرحم كل الشهداء. ولكن سيتم استنزاف هذا الكيان اقتصاديا على مستوى المعنويات على مستوى كل شيء، وما نمشيوش في الحرب اللي تحب تمشي فيها إسرائيل وتدخل معها أمريكا وتولي حرب إقليمية، وهذا ما يبحث عنه الكيان. بين هذا وهذا هذوما الآراء سمعته في التحاليل، إلى حد الآن الردود عادية خلينا نقول من حزب الله. شوف رفيق ساعة، مسألة مهمة جدا اللي تم التوانسة اللي عايشين غادي. السيد وزير الخارجية محمد علي النفطي عن تواصل دائم مع سي بوراوي الإمام، وفما إمكانية إنه إذا يحبوا يروحوا معنا
معناتها الدولة التونسية مستعدة أن توفر كل الإمكانيات باش نروحوا بولادنا معناتها بالتوانسة اللي من غادي. يلزمنا نسبوا على الأقل نوعا ما الأمور فيما يتعلق بالمناطق اللي يقع استهدافها اليوم. صحيح ماهوش كل بيروت ولكن الضاحية الجنوبية خليني أقول على الأقل متمركزة في الضاحية الجنوبية بتاع بيروت، في انت مركز عناصر حزب الله، في انت مركز القوات بتاع حزب الله. فهمت الإشكال رفيق اليوم أنه الحرب هذه اللي نخرجوا من غزة باش ننتقلوا إلى بيروت ولبنان هي محاولة بائسة يائسة مرة أخرى من بنيامين نتنياهو لمعناتها حشد الصفوف داخل إسرائيل، ولكن هذا الانعكاسات بتاعه سلبية لحد الآن. البارح يظهر لي فما صحيفة أمريكية نيويورك تايمز ولا صحيفة أخرى تتحدث على خروج مئات المليارات من الدولارات من البنوك الإسرائيلية، لأن الشعب الإسرائيلي أصبح يعتقد أنه ما هوش بش يكون فما أمن وسلام في المنطقة بالسياسة التعجرفية متاع بنيامين نتنياهو، قاعد يجر في كامل المنطقة إلى حرب إقليمية. اليوم الرد جاء من حزب الله استهداف لأول مرة منذ دخول لبنان في الحرب بصاروخ باليستي يستهدف مباشرة مقر الموساد اللي يعتقد انه مقر الموساد هو مركز العمليات اللي استهدف الباجرز اللي استهدف قادة حزب الله في المرة الأخيرة، وبالتالي الأمور ماشية وتتصاعد. وأنا أعتقد زاد أنه حزب الله لن يبقى مكتوف الأيدي باش يدافع على روحه. والحاجة الإيجابية الأخرى أنه بالرغم من الخلافات داخل الأوساط السياسية اللبنانية فإنه فما نوعا ما من وحدة الصف اللبناني اللي مريناهاش منذ 2006 بعد انتهاء الحرب 2006 مع الكيان الصهيوني، رجعت الأمور ودخلوا في عركة سياسة. اليوم يظهر لي فما وحدة الصف اللبناني في مجابهة الخطر الصهيوني. هو راهو البارح تصريح نتنياهو قال تغيير موازين القوى، هو اعتراف اللي انسق تماما تقويت معناها حزب الله وهذوكم اللي يسميهم لي بروكسي، معناها ايران عندها برشا معناها السلاح اللي تطور فيه يتطور في ايران قاعد يوصل لبنان قاعد يوصل لسوريا. سوريا اقل خطر الوضعيه متازمه برشا معناها بوجود وتواجد بشار الاسد، كان جات فما حكومه اخرى في سوريا راهي زادها لعبه اخرى راهي مش كما صاير محور المحاور المقاومه اللي خليني نقول معناها نتراليزين كله مخدر. التوجيه التبديل الوجهه من غزه خاطر راهو فما توا اليات قاعده تتنقل من جنوب الاراضي المحتله للشمال. فما زاد وعود نتنياهو اللي قاعد يستنى راهو في انتخابات امريكا، هذا كل قاعد يربح في الوقت راهو قريب نخلقوا العام. علمكم اللي معناها دي سي الجمعه الجاي باش نعملوا عام، معناها الجبهه اللي تحلت مع لبنان تحلت بعد عام، وزاد بعد عام في غزه اللي غزه حاصرتها وعندها معناها دايره حاصرتها من الاماكن الكل وقعدت عام وما حققتش اهدافها، فما بالك بجنوب لبنان معناها حرب اخرى. وما نوافقكمش الراي معناها اللي هو يحب يوسع الحرب، هو يربح في الوقت يلزم عنده مناوشة. تعرف كان يلقى حل مع غزة ويلقاو حل مع لبنان طيب يدور على الأردن ويدور على الضفة الغربية، معناها يدواتاتر ان كونفلي كونتينويل خاطر هو السيرفي نتاعو معناها البقاء نتاعو السياسي. المرور سمحني حاتم الى حرب اقليميه ينقص عليه الضغط، راهو غدوه لو تدخل ايران وتدخل الولايات المتحده الامريكيه سيبو حرب اقليميه. نحكي هي فرضيه تنجم تصير 1% 5% من الفرضيات الموجوده اليوم. ما تعرفش على قائد سياسي غدوه يقول لك بلادي تمسد غدوه نجم يصير لي قصف انا ياخذ نستبق وندخل في الحرب ما نعرفش، ولكن هذاك ينقص الضغط على بنيامين نتنياهو وحكومته خاطر باش يوخر يقول لك الحرب صارت اقليميه، الولايات المتحدة الأمريكية دخلت، المقاومة دخلت، دونك الكل ضد الكل، هذا الكل يعيش هذا الشعب الصهيوني في أمان، معناها
البارح تدوينة ولا نسيت لشكون، العالم الكل يزمو يعيش في رعب وفي تأهب وفي حرب وفي كذا، لا باش هذا الكيان اللقيط يعيش هو في أمان. هذه تقريبا الفلسفة نتاع 3 ملايين صهيوني الموجودين. أما تصريحات الرئيس ما بين البارح واليوم، الرئيس الإيراني البارح رخى شوية واليوم عاود معناها التصريحات، معناها عرفتك ضربة بالنمسا وضربة بالقدومة، معناها العبيد الكل تعمل في السياسة سيد لا جيوبوليتيك تري ديفلوب، معناها ماهيش سياسة برك، سياسة مخابرات. تعرف الضربة مراها نتاع لي باجير، معناها ضربة كبيرة للحزب الله، معناها يلزمنا نكونوا واقعيين زاد، معناها هما ايزون تو في باش يبعدوا على لي بورتابل على التراسابيليتي، ومعناها والحصلة اللي حصلوا فيها خاطر خطأ راهو يحسب زاد اللي حسن نصر الله، خاطر برشا زاد توا اللي يتكلموا حتى من المقاومه تقول لك حسن نصر الله عنده 30 سنه نفس الخطاب نفس التهديد، معناها قعد مسكر على روحه ما يخرجش، عنده لي رولي نتاعو وما جددش الدم نتاع الناس، خاطر قبل كان مخابراتين الحزب الله من اقوى ما فما في الجهه، توا مخابراتين حزب الله ضعيف، معناها وصلوا لهم قاعدين سون اونتران ديليميني نيميرو 2 نيميرو 3 نيميرو 4، معناها ما فماش ما يعطيكش هدنة، معناها هذيك هي استراتيجية بتاع المخابرات الصهيونية. هذه الاستراتيجية بتاع المخابرات الصهيونية، ربي يرحم الشهداء. يبقى سؤال معناها قديش شو نجم يعمل الكيان الصهيوني باش العالم يتحرك؟ لا باش العالم يتحرك، باش يقول يزي باستا سيبه، معناها نجم يتعدى من بعد كما قلت انت لسوريا الاردن. صديقنا حتى قال لا يرحم صدام كان شادد باب بلاوي رحمه الله، صدام حسين كان واقف باب كوميم وما نعرفوش لو كان نجم يسير، لو كان صدام حسين كان على قيد الحياه. ربي يرحم كل المقاومين العرب، ربي يرحم كل الشهداء، وما نعرفوش وين ماشي حرب 7 اكتوبر اللي انطلقت من طوفان الاقصى، اليوم صارت حرب على لبنان كذلك، العالم يواصل المشاهدة واللي صاير تصاور كل مرة نعاودوا في نفس الكلام، حاجة أصبحت لا تصدق. معاش نحكي على الضحايا واليدين المخصوصة والسقين المخصوصة والموتى، نحكي على حتى طريقة العيش الحياة نتاعهم اليومية، معناها حاجة لا تصدق. كيفاش الفلسطينيين عايشين اليوم في غزة، أبسط المقاومات ناقص كل الأكسجين باش يتقسى عليهم في الهواء في الدنيا، معناها ربي ينصرهم ربي يصبرهم ربي يرفع علينا الغمة اللي اسمها الكيان الصهيوني. نرجع بعد الفاصل، في وسط هذا الكل، في وسط اللي نحكيه فيه هذا الكل، صديقنا هشام المحب رقم واحد للرسمايك قال كان فما لبنانية طالبة اللجوء، أنا نستدعها في الدم، معناها في وسط هذا الكل باقي يحب اللجوء. يلا نعود بعد الفاصل، ما تبعدوش.